من الكلام على الكوميونيكيشن سايد. بعد ما عرفنا انه في ما يسمى بالايديال ريفريجريتور كومبيرد ل ريفرسال كارب سايكل، كانت الايديال ريفريجريتور دي بتقدر ان هي صام داون تو ماتش الريفرسال كارب في بعض الحاجات مش كلها. طبعا على البي اس دياجرام كنا بنقدر اننا نعمل addition of constant temperature عند الضغط المنخفض. انا قلت مش عايز كلام عشان ما تتهزقش اصلا. سمعت؟ ده اول اجراء بيبعد عن reversal thermal cycle وهو الايزوتروبيك كومبريشن. ما اقدرش اعمله داخل الفيزيك تشينج ريجن. بعد كده الهيت ريجكشن جزء منها بيحصل ات كونستنت كونستنت تمبريتشر، وفي الاخر خالص بقدر ان انا اعمل ثروتلينج. والثروتلينج طبعا مستحيل يكون كونستنت باس. ده طبعا الشكل اللي احنا شايفينه ده كومبير ل المربع اللي هو ريفرسال كارنو سايكل. في فرق. بعد كده اتكلمنا على الكاسكيد سيستم، وهو موجود تو سايكلز، تو ريفرجريشن سايكلز. الفرق بيربط بينهم هيت اكشينجر، ده الريفرسال، ده الكاسكيد ريفريجريشن سيستم. طبعا المكونات بتاعت الريفريجريتور اللي هي احنا عارفينها، ايفابوريتور وكمبريسور وكندنسر واكسبانشن، ده موجودين في تو سايكلز، ده الكاسكيد سيستم. مور فليكسبل ابروتش للكاسكيد سيستم. الكاسكيد سيستم المشكله فيه انه هو مش دايناميك، يعني بتغيير اللود ممكن يحصل مشكله. فعشان كده لجأنا ل المالتي ستيجنج. وده عباره عن الكومبريسورز ممكن يكون اثنين او اكتر، بعمل بينهم انتركولينج، ده اللي هو الانتركولر. وبعد كده الكوندنسر، وبعمل بارشل اكسبانشن، ما بعملش اكسبانشن في التروبلينج فالف اول ذا واي داون للبريشر المينيموم او المينيموم بريشر، لا بعمل بارشل اكسبانشن ل ما يسمى الفلاش تانك او الفلاش بريشر. الفلاش تانك ده بيكون له ساتيوريتد ميكشر، جزء الليكويد بفصله بعمل له اكسبانشن تاني عن طريق تروبلينج فالف. ده اللي بيدخل على الايفابوريتور بيعمل الكولينج افكت، بعد كده بيحصل الكومبريشن على مرحلتين. طب والفيبر؟ الفيبر بستخدمه، انا مش قلت مش عايز كلام، الفيبر بستخدمه عشان اعمل الانتر كولينج. الفيبر ده بارد، بندخله على الانتر كولر عشان يبرد الجاز اللي انا ضغطته من الكومبريسور رقم واحد. ايه الفليكسبيلتي في الوقت ستيجنج؟ الفليكسبيلتي ان انا بيبقى عندي كل ليكويد موجود في التانك. لو حصل ان الكولينج لود زاد، ناس في كولد ستور دخلت منتجات عند درجه حراره الجو، عايز ابردها، فالكولينج لود بيبقى كبير. فاللي بيحصل انه الليفل بتاع الليكويد وجود الليكويد ده بيرجع. لو وصل للستيدي ستيت تمبرتشر او قربت منها بيحصل ان الليكويد ده بيرجع.
فده اللي انا بقصده بالفلكسبيليتي، ان انا بيبقى عندي ريزيرف للليكويد، ريزيرف للكولد ليكويد اقدر استخدمه مع تغيير اللود، مع تغيير الحمل الحراري داخل المنطقه اللي انا عايز ابردها اللي هي المنطقه دي. ده اللي بنقوله وده اللي بنقوله. النهارده هنكمل الكلام على الريفريجيشن سايكل وتحديدا الليكويديفيكيشن اوف جاز. كلنا عارفين انه مثلا الهواء اللي مكوناته الاكسجين والنيتروجين والووتر فيبر طبعا. لما بيصل درجه حراره الهواء لما يسمى بالديو بوينت اللي هي درجه حراره بيحصل عندها كوندنسيشن من ووتر فيبر. يتحول من ووتر فيبر لدروبلتس للليكويد. طب ليه الاكسجين والنيتروجين ما بيحصل لهمش كوندنسيشن؟ السبب في الموضوع ده كلنا عارفين انه درجه الحراره الكريتيكال بتاعت الميه دي بكام؟ الكريتيكال بوينت درجه حرارتها للميه كام؟ H2O 374 دجري سلسيوس. أنا أذكر بالتحديد درجة الحرارة الكريتيكال المقابلة لثلاث غازات، ثلاث غازات دول مهمين بنستخدمهم لأسباب هنوضحها دلوقتي، اللي هم الهيليوم والهيدروجين والنيتروجين. الهيدروجين ده فيول، ده الروك فيول. عشان تخزن او تستخدم الروكت فيول بكميات كبيره وياخد مساحه وياخد حجم قليل لازم اعمله ليكويفيكيشن. طيب درجه الحراره دي للهيدروجين بكام؟ الكريتيكال بوينت بتاعت الهيدروجين درجه الحراره اللي عندها الهيدروجين هيبتدي يحصل له كوندنسيشن، هيبتدي يتوجد في صوره التو فيز، هيبتدي يتوجد داخل البيل ماوس شيب. درجة الحرارة دي 5 كيلو. يعني ماينس 268 دجري سلسيوس. فرق جدا. الهيدروجين ده 30 كيلو مش 5. اوكي؟ فده ال H2 ده ال H2. النيتروجين هو غاز خامل، غاز خامل ممكن استخدمه في ابلكيشنز كتيره جدا بتحتاج انه لا تستفاعل. استخدم الليكويد نيتروجين تقول ايه؟ تقول لك غلط. استخدم الليكويد نيتروجين في ابلكيشنز ما يحصلش فيها تفاعل الغاز مع السراوندنج مع المحيط. درجه الحراره اللي بيحصل او الكريتيكال بوينت بتاعت النيتروجين دي ماينس 150 دجري سلسيوس. يعني حاجه موجوده هنا. الاخ ده عشان ابرده لازم استخدم حاجه ابرد منه عشان تعمل له الليكويديفيكيشن. هنا بيجي دور الهيليوم. الهيليوم ده هو اللي 5 كيلو عند النقطه دي. فدلوقتي انا عشان اعمل، لو تخيلنا ان احنا بنتكلم على ابلكيشن فيها عايز اعمل الليكويديفيكيشن اوف H2، عايز اعمل الليكويديفيكيشن للهيدروجين فيول، فلازم يبقى عندي سايكل بشكل معين. سايكل طبعا تكلفتها كبيره. الابلكيشنز اللي بيبقى فيها درجات الحراره اقل من ماينس 100 دجري سلسيوس ده بنسميه كرايوجينكس. كرايوجينكس ابلكيشن هي مينلي
ريفريجريشن ولكن عند درجات حراره متدنيه جدا. اوكي؟ فدلوقتي عايزين نشوف السايكل او الكومبوننتس اللي موجوده في السايكل اللي بتعمل ليكويديفيكيشن للهيدروجين. المكونات هي ايه؟ المكونات هي المكونات بتاعت الريفريجريتور العادية جدا، بس محتاجين نعمل هنا لو بنتكلم على هواء عند الستاندرد اير كونديشن 27 درجة سيليسيوس وواحد بار. المية ممكن تتكسر. ليه؟ لأن أنت لو عملت التبريد هتيجي المية عند النقطة دي الووتر بيبر ويخرج بمنطقة الساتوريشن، يحصل ان الليبر يتكسر. لكن الهيدروجين النيتروجين والاكسجين بعيد تحت على طول في حاله غازيه. عشان اعمل لهم ليكويفيكيشن لازم اجبر النقطه دي ان هي تدخل هنا. سؤال ده سؤال كويس. على طريق الريفريجريشن سيستم ده اللي انا هعمله دلوقتي، يعني اللي انا هقسمه دلوقتي هي السايكل اللي بتعمل الموديفيكيشن للهيليوم اللي عنده اقل درجه حراره. عند خمسه كام؟ زيرو. لا مش مستحيل، ده موجود في الروكت، الروكت فيه ثلاجه. الثلاجه اللي في الروكت انا هسيبها دلوقتي. جاس بان. طيب وحده دي
بعمل لها انتر كولينج من نقطه رقم 9. هنا هوصل لاتنين، اتنين هيدخل على الكمبريسور، بعد كده هدخله جاس باند يوصل لنقطه تاني وهكذا لغايه ما اوصل لنقطه رقم 3. تعالوا نشوف واحد واثنين وثلاثه دول موجودين فين. واحد is hot وتسعة is cool، أقرب بينهم نسبيا يعني. فالإنترميديت temperature هتكون اتنين. طيب اتنين لما عمل لها compression هفترض إنه isotropic، بعد كده هبردها عن طريق ضغط تاني، أعمل compression بالستيج التانية وأعمل لها intercooling ستيج 3 وانتر كولينج وهكذا لغايه ما اوصل للنقطه رقم 3. لو عملت الكومبريشن ده وانس هتلاقي نفسك فين؟ بعيد جدا، مش هتقدر تعمل كولينج للبيرسون هنا. فدي الميزه بتاعت الانتر كولينج، انه بيقدر يوصلني للضغط اللي انا عايزه باقل جزء. اللي موجود هنا ده هيعمل كولينج افكت بس مش كبير، هيبرد حاجه بسيطه جدا. لو عملت ثروتلينج من النقطه دي هلاقي نفسي بفضل بره، محتاج فرتر كولينج، محتاج اعمل كولينج اكتر للليكويد اللي خرج فوق ده عن طريق حاجه اسمها ريجنريت. ده بالظبط زي الريجنريتور اللي كان موجود في البرايتون سايت. عندي كورت سايت وهوت سايت، الكورت والهوت، بس الريجنريتور ده هاي افشنسي هاي افكتفنس ريجنريتور، ليه ديزاين معين بيجبر النقطة الأربعة دي إن هي تنزل تحت أكتر لخمسة. فمن أربعة هننزل لخمسة عن طريق التبريد، الحرارة تنتقل من الهوت سايد للكولد سايد. خمسة أصبحت في المكان المناسب اللي لو عملت عنده ثروتلينج هدخل داخل البير ماوس شين. من خمسة لستة، من خمسة لستة ده ستة دي اللي هي بعد الثروتلينج ديفايس مباشرة. أصبح عندي ساتوريتد ميكشر من الهيليوم عند درجة حرارة 5. هعمل إيه؟ هفصل الليكويد، ساتوريتد ليكويد اللي خارج من هنا عند النقطة F، ده اللي أنا عايزه، ده اللي أنا هبرد بيه الهيدروجين، هحوله وهعمله ريكوفيكيشن. طب والجاز؟ الجاز اللي خارج ده هعمل فيه إيه؟ الجاز اللي خارج ده خارج عند النقطة G، أو ممكن تسميها 7 وات ايفر مش مشكلة، ممكن تسمي دي 7 ودي 8، فدي هتبقى 7 ودي 8. الجاز ده موجود عند درجة حرارة ما زالت 5، لما دخله على ريجنريشن على ريجنريتور هيتلقى الحرارة من الهوت سايد ويبرد. يحصل ايه؟ يحصل ان يخرج عندي هنا هوت هيليوم جاز بس ما زال ابرد من النقطة 1. استخدم الهيليوم جاز ده عشان اعمل انتر كولينج الواحد والانتر كولينج ان بتوين الستيجز بتاعت الكومبريشن. بتاع الكومبريشن كله، اي ستيج، اي مرحلة في النص هو اللي بيعمل لها انتر كولينج، بس انا رسمه هنا. نعم. هو داخل الريجنريتور سخن. سخن بس ما زال
نقطة الخروج ما زالت أبرد من الفريش هيليوم أو الهيليوم اللي جاي من بره. الهيليوم اللي جاي من بره ده عامل درجة حرارة الجو 25. لما بدأت تختلف يبقى عند صفر. مثلا هيبرد؟ لما تعمل كومبريشن بعد كده ال 25 دي هتزيد تبقى 50 أو 60. الصفر بالنسبة لها هو الكولر. هتعمل بعد كده كومبريشن هيوصل ل 100 150 200. الصفر بالنسبة لها ممكن نستخدمها كانتر كولينج جاز. وبالتالي انا عملت ليكويديفيكيشن. طب انا هنا عملت ليكويديفيكيشن للهيليوم مش للهيدروجين. الهيدروجين بيبقى موجود فين بقى؟ الهيدروجين ده طبعا غاز مش محتاج حركه مش محتاج فريكشن مش محتاج انه يكون موجود في اي موفمنت. عشان كده بيحفظ او بيبقى موجود فيما يسمى بالكولد هيد. بيك ثيك بوتل داخل لها بس الكولينج كويل بتاع الهيليوم. ده الهيدروجين. طبعا انت عايز تحافظ على الهيدروجين ده عند درجه حراره الليكويديفيكيشن بتاعته وضغط الليكويديفيكيشن اللي هو 30 كي. بدخله هنا الاخ ده 5 كي. يبقى اي حراره هيكتسبها الهيدروجين من بره بشيلها على طول عن طريق الكويل ده او الهيت اكشنجر ده او الهيليوم اللي هو بقى. تمام؟ فاي حراره بتيجي من بره كده اسمها هسميها كي دوت. لازم اشيلها من هنا كي دوت والا هيتبخر يصبح غاز. الغاز is extremely dangerous. لو حركت ايدك كده في environment فيها هيدروجين حركتها بس هيحصل combustion. اوكي؟ حد عنده اسئله في السايكل بتاعت الليكويديفيكيشن؟ دي نعم كرايوجينكس. التعريف بتاعها علم كرايوجينكس ساينس معناها علم التبريد العميق. دي كولينج ساينس. بيوند 1 ماينس 100 ديجري سيلسيوس لو كان في درجات حراره اقل من ماينس 100 ديجري سيلسيوس ده ما بيبقاش ريفرجريشن يبقى كرايوجينكس. ايه المشكلة فيه؟ مش عايز صوت. فاكر الاكس واي والزد اللي هما الفراكشن اوف بيلدينج. الاكس واي والزد دول اكشوالي بيطلعوا من 9. من 9 هتطلع من 9 شهر رابعه. واحدة هتدخل بعد أول كومبريشن ستيج، الثانية هتخش بعد الثانية، الثانية بعد كده الثانية وهكذا لغاية ما في الآخر خالص هيتجمعوا هنا في الفاليو أو الرقم اللي أنت عايزه. فين؟ ثلاثة أربعة ده كل الناس بتقول إيه؟ لا لا ده هيت اكشنجر عادي، ده هيت اكشنجر مش كوندنسر لأنه مازال الهيليوم جاز. وجاز مفيش ليكويديفيكيشن من ثلاثة لأربعة مفيش ليكويديفيكيشن بيحصل ده جاز. لا في موجود. فين؟ الكل صايد؟ أربعة، ده الكل صايد. وده اللي هو صايد.
عامل ايفانس على العمل بتاعي. وطبعا بقى شكله ايه يعني؟ هو شكله بارلل بلو تايم ولا كاونتر بلو ولا مروح؟ حط مروحها يا اه طبعا، بس لازم تضمن ان الكلام ده ترجع عند درجه حراره اعلى من السراوند. يعني السراوند انت لو عند 25 ما تخرجش فيه طبعا ماشي، مش هيحصل من 30. تخرج فيه 50 هاي بريشر فوق 50 60 70 100 الهيدروجين ده هتحتاجه على الروكت فيول على الروكت انجن. اه ده اللي بيدخل بعد كده بتسحب ده تدخله مع اتش 2 تدخله مع او 2 في غرفه مغلقه. الغرفه دي هيحصل فيها الكومباشن، بعد الكومباشن بيبقى فيه الانجن. مش الانجن بتشوفوه شكله عامل كده؟ الانجن اكشولي بيبقى شكله خدتوا الجهاز الدايناميكس اللي فيه ولا لسه؟ عارفين الكونفرجن دايفرجن موديل؟ اه هي دي الكونفرجن دايفرجن موديل، بس انت بتشوف الدايفرجن بارت بتاعها بس، الكونفرجن جوه شكلها عامل كده. انت بتشوف الحته دي بس، الجزء الثاني مختفي جوه الجسم بتاع الصاروخ. سؤال ايش في السايكل؟ هو في بتنتقل من هنا لهنا، في اديشن اكشولي بتحصل في المكان ده في الكل ده. طبعا احنا متفقين ان مفيش حاجه اسمها بيرفكت انسولين. لو سبت الهايدروجين في مكان كده وهو عايز 30 كيلو لازم هيديله حراره. مهما كان العزل مهما كان الدنيا عامله ازاي لازم هيديله حراره. ففي تنتشر اكشولي اللي بتحصل هنا، عشان كده انا بشغل او بدفع فلوس في الريفريجيزون سايكل بتاعت الهيل. طيب الاير كونديشنر بتاع الطياره بيشتغل ازاي؟ الطياره ما ينفعش ان انا احط اير كونديشنر شغال في الريفريجر. البتاعه اللي انا رسمتها دي كلها اسمها كراي كولر. الكراي كولر هو الريفريجريشن سايكل بتاع الهيدروجين في الروكت انجن. تربن كومبريسور يونت، وفي كومباشن شمبر بتحصل فيها الكومباشن، وبعدين تربن الغازات العاشر بره. اللي هيحصل دلوقتي كان على الكيس دايجرام السايكل شكلها عامل كده. بعمل الكومبريشن من واحد لاثنين، بعد كده الهيت اديشن من اثنين لثلاثه، من ثلاثه لاربعه الاكسبانشن على التربت حصل باور جنريشن، لان دي بتلف كلوك وايز. اللي هيحصل دلوقتي في الريفرسيف برايم سايكل ان انا بعد ما بعمل الكومبريشن من واحد لاثنين مش همشي يمين، انا همشي شمال. من الهواء اللي خارج من الجيت انجن، خارج من الكمبريسور بتاع الجيت انجن، لان الجيت انجن فيه كمبريسور اوريدي. فانا بعمل ايه؟ والغاز بيتضرب، ما بوديش كل الايه بضغط على الكمبريسور شيبر باخد منها بي عشان الريفريجريشن. طيب هعمل كومبريشن، بعد كده هيت اكسشينجر عشان ابرد الهواء ده، بعد كده
بعد كده بتدخلوا على اكستنشن فالف. لا طبعا مش هيعمل حاجه. ليه؟ لان الميه الجاز التروكلين بتاع الميه الجاز لا يغير في درجه الحراره بتاعته. التروكلين از كونستنت في انتر دي بروسس. الانتر دي هي سي بي درجه الحراره. لما يكون جاز والسي بي ثابته درجه الحراره هيحصل لها ايه؟ نوتنج. هي هي ما عملتش حاجه. فعشان كده التروكلين في الحالة دي مش هينفع. عمره ايه؟ بنستخدم ايه؟ بنستخدم ما يسمى بالاكسبانجر. هو اكشولي تيربل، بس تيربل مش مطلوب منها ان هي تجنريت باور، لا. انا عايز من التيربل دي ان هي تقلل الضغط بتاع الجاز. عايز اقلل ضغط الجاز ليه؟ عشان درجة الحرارة كمان تقل. فالنقطة من انواع التيربل بنسميه اكسبانجر. اصبح عندي الهواء اللي خارج من هنا هواء بارد، ندخله فين؟ على المكان اللي احنا عايزين نبرده. اوكي؟ فدي هي الريفرس برايتون سايكل. لما اجي اقسمها على دي اس دايجرام على اعتبار ان دي ممكن نقول عليها اثنين لو خرج من هنا بالظبط، يعني دي واحد ودي النقطة رقم 2 3 4. فهاخد جزء من الهواء عند ستيت 2 ونعمل له كومبريشن تاني او ندخله على طول على الهيت اكشن. بعد كده بعمل له كولينج هسمي دي رقم 5، بعد كده 6، ستة دي بقى خلاص هي درجة الحرارة اللي أنا هدخلها على أو داخل الطيارة. درجة حرارة أقل من درجة حرارة الجو، لأن الجو عند واحد الهواء أنا بردته لستة. اتنين دي بقى فيها لعب، فيها كلام. ممكن في الكومبريشن أعمله أو أسحب الهواء ده بعد ما خلص من الكمبريسور ده واتدمر لغايه النقطه 2، بعمل له كولينج على طول، او ان انا اسحبه في النص وبعدين اعمل له كومبريشن بكمبريسور تاني صغير جوه. هي نفس الفرش. في المهم ان انا لازم ازود الضغط هنا عشان الاكسبندر ده يشتغل، عشان يقلل درجة الحرارة. في سؤال جه في الفاينل قبل كده على السلايد دي. اوكي؟ السايكل اللي هي برايتون معاها ريفرس برايتون. الضغط قليل. مفيش اكسجين. عايز تجيب الهواء اللي بره صح؟ عايز تستفيد ان درجه الحراره بره قليله مش كده؟ ممكن يحصل، بس السؤال دلوقتي هل هو افشن زي كده؟ كنترولر تقدر تكنترول الميكس ولا لا؟ هو احسن. لا مش زي ما انت متخيل. ليه؟ لانه الهيت ترانسفير اساسا هي عمليه بطيئه. الناس مش هتقعد تستنى لغايه ما يحصل هيت ترانسفير من جوه لبره والكلام ده. مش الريسبونس بتاعه غير سريع، مش سريع زي الريفرس. هياخد وقت. التكييف دلوقتي ما اصبحش
طبعا عشان الالكتريسيتي يعني ممكن انا اقول ان ده كومبريسور واحد كويس وده دي اللي هي الفيرن وده دي كومبريسور شامل دي برايم اخد من هنا هيت اركبه على هيت شامل ممكن او اعمل ايه؟ اخد جزء من الكومبريسور ده وبعدين ادخله على كومبريسور صغير تاني كده واللي شارك منه ادخله على الهيت اكسشنجر كده طبعا انا هتخرج بس فراكشن اه طبعا وهنا كمان على فكره دي واي ودي واي والانجن هيشتغل ازاي؟ برضه هوا وده بقى اللي انت بتقول عليه بيحصل هنا. الهيت اكشنجر ده تحطه في بطن الطياره او في ورا الطياره مكان الويك. فبيعمل ايه؟ بيسحب الحراره اللي موجوده فيه ويبرد الهواء اللي جوه. بس ده باي فورس. انت بتجبره انه يعمل ايه؟ ليس لها علاقة بالماس اللي موجود عندها. لا مش اكسبريشن، مش اكسبريشن، دي الاكزيت بتاع الكومبريسور. لو افترضت ان اللي ماشي هنا، لو افترضت ان اللي خارج من الكومبريسور 100 كيلو جرام في الثانية مثلا. خلاص انا هاخد 1 كيلو بس. اثنين مش اكسبريشن، الماس كان ممكن دي ريبريزنتد على فيس دايجرام هنا مفيش ماس دي ستيت ايوه يعني دي هتكون اثنين ودي هتكون اثنين ودي كمان هتكون اثنين نفس الستيت بس الماس مختلف اللي خارج هنا 100 كيلو اللي في داخل الكومبوستر شيبر 99 اللي رايح للريفريجريشن واحد على حسب ممكن تكون اقل بقول لك الانجن ده ممكن يسحب اب تو 100 كيلو جرام بير سكند 100 كيلو جرام هواء في الثانية دي شغالة عامل ازاي؟ لو كثافة الهواء 1 كيلو جرام للمتر المكعب لو جبت بوكس ابعاده واحد في واحد في واحد يبقى بيحتوي على كم كيلو هواء؟ واحد واثنين من عشرة كيلو واحد اضربهم في 100 يبقى كانك عندك 100 بوكس واحد في واحد في واحد لو حطيناهم في المدرج ده هيبقى قد ايه؟ لو كم متر كم نصه؟ اديلك كم في الدهن؟ تقريبا الانجن بيسحب كمية الهواء دي في الثانية الواحدة خلاص؟ فممكن الواحدة دي تبقى أقل كمان مش كل كمان دي على حسب الطيارة حجمها قد إيه ونسبة الإشغال بتاعة الطيارة قد إيه الحاجات دي كلها دي فاكتورز نعم علي صوت عملت بيه يعني ما وصلتش للماكسيموم بيه يعني البوكه دي لو سميتها 2 داش 2 داش دي هتكون هنا دي نقطه الاكستراكشن عندي قلت بيه ده لا مش هحط كومبريسور لو حطيت من الضغط العالي خلاص مش محتاج كومبريسور تاني
على فكره السايكل دي فعلا هي سايكل التبريد الريفريجريشن في الطياره. فبياخدوا بريد من الكمبريسور الاكسل فيول كومبريسور اللي موجود. احنا اتكلمنا على الجيت انجن مش كده؟ يعني اعتبر ان هو ده اللي بيستخدم بتاع الراجل. دلوقتي في سايكل مودرن سايكل مودرن ريفريجريشن سايكل بتستخدم الريوبل انرجي اللي هي الابسوربشن سيستم. ايه الابسوربشن سيستم؟ تخيل ان انت عندك الريفريجريشن سايكل وداوت كومبريسور. ده الكومبريسور وده الايفابوريتور وده الاكسبرشن فالف. انت بتدفع فلوس فين؟ بدفع فلوس في اللي هو الكمبريسور مش كده؟ تخيل لو انت شايف الكمبريسور ده و حطيت السايكل بشكل معين بحيث ان هي تعمل لي الكومبريشن افكت او تعمل لي الكومبريشن اللي انا عايزه. هدفع فلوس اقل. هي دي الابزوربشن سايكل. طب بتشتغل ازاي؟ ازاي هشيل كومبريسور وهخلي الريفريجريتور دي تشتغل؟ عن طريق السولار انرجي. يبقى في بانل بتتلقى اشعه الشمس سولار كوليكت وفي ووركينج كيلومتر بيمشي في السايكل دي. الووركينج كيلومتر ده بيبقى هاف بندخله على ميكسشر من المشاكل سوري الامونيا والمية. الامونيا والمية دول ممكن يكونوا ميكسشر مع بعض. يعني بمعنى تاني ان الامونيا السوليبل في المية. بتحط المية كده وبتقلبه مع بعض. مش زي الزيت والمية. معايا؟ فده اللي بيحصل. بتحط امونيا ومية في الكروز التاني وتقعد تسخن. ايه اللي هيحصل؟ الضغط هيزيد. ده البريشرايزيشن افكت اللي بيعمله الكمبريسور. عند نقطة معينة، عند ضغط معين بعمل ايه؟ بعمل اكستراكشن للجنريتد بيبر ده بيخرج من هنا ال اتش 3 او امونيا ومية بس في صورة بيبر. ندخلهم بعد كده على سيبريتور. سيبريتور ده اسمه ليكوفاير. سيبريتور بيفصل الامونيا عن المايه. المايه لو دخلت في دايره التبريد هتتجنن. لازم احكم ان انا هفصل المايه عن الامونيا. الامونيا ممكن توصل لماينس 60 ما يحصلهاش ان هي تتجنن، تبقى ليكويد في ليكويد فورم. بس المايه لا، فلازم اضمن قبل ما اخرج من هنا ان انا هفصل النشاطر تماما سوري الامونيا تماما عن عن المايه. فبيتفصل عن ال اتش 3 اللي هو هاي بريشر امونيا جاز. وال اتش 2 او بيرجع يدخل تاني على الجنريتور. ده بنسميه جنريتور. طبعا اسمه جنريتور عشان بيجنريت هاي بريشر ميكشر من الامونيا والمايه. ايه؟ الجاز اللي بيدخل فيه هنا ريكفاير بيكون مع بعض. نعم؟ مش مشكلتك بقى يعني دلوقتي هنغسله ازاي؟ في انواع فصل كتيرة جدا، في حاجة مثلا بتعتمد على الجرافيك اسمها سايكلون. لو دخلته في حلزون شكل حلزوني كده ال H2O تمام بتتفصل لانه السبيسيفيك جرافيتي بتاعت الهيوم مختلف. يعني في حاجات كتيره بس ده في حاجه من الحاجات.
ده سؤال ده كويس، بس ليه بقى الميه؟ الميه ليها ميزه عادي من الامونيا اللي هي ايه؟ الاستثمار دي بتاعتها عالي. تخيل ان النشاط ده كده ما بيقدرش يستقبل القراره اللي جايه له من السمر دي. الساعة الحرارية بتاعته مش كبيرة، فبعمل ايه؟ بدخل له المية عشان الساعة الحرارية بتاعتها كبيرة جدا، فبتقدر تستوعب حرارة أكتر. لما واحد يبقى هوك وجنبه واحد فول هيعمل له ايه؟ فالميزة في المية هنا إن هي بتقدر إن أنت تتحكم في كميات الحرارة اللي تدخل في السايت. هعمل الريفريجيشن سايت العادي جدا كوندنسر هيكثف النشاطر، اعمل له ثروتلنج في الاكسبانشن فان، اوصل درجه حراره لدرجه الحراره اللي انا عايزها وادخله على الايفابوريت. اصبح هنا عندي ايه؟ ان اتش 3 وايه؟ جاز ولا ليكويد؟ جاز. عايز ارجع ادخله في السايت دي تاني. طب يبقى في هنا عندي حاجة اسمها ابزوربر. خلينا نرسمه تحت الجنريتور عشان في حاجة في النص. من المسمى بتاعه ده ابزوربر يعني بيمتص الامونيا جاز ويدخلها تاني في صوره ميكشر بين الامونيا والميه. يعني لازم هنا يبقى عندي برضه ان اتش 3 بلس اتش 2 او. طب ايه الفرق بين ده وده؟ ده عنده ضغط عالي بس ده عنده ضغط منخفض اللي هو ضغط الايفابوريتور. طيب عايز اجبر الاثنين دول مع بعض ان هم يبقوا في صوره الليكويد فورم. ليه؟ عشان اعمل لهم بامبنج باك للجنريتور كده اكمل السايكل. وهو جاز كده جاز عند لو بريشر ما عملتش حاجه. ليه؟ لان انت عشان ترجعه للضغط العالي هتجيب كومبريسور. لا انا مش عايز كده، انا عايز ليكويد عشان ادفع فلوس اقل من الكومبريسور اللي انا كنت بستخدمه في الاول خالص. فبتعمل كولينج للميكشر اللي هما الاثنين دول مع بعض بيتكسروا. اخد الليكويد ده اعمل له بامبنج للجنريتور. اثناء ما هو ماشي بيعدي في هيت اكسشينجر ريجنريتور. ده بيبقى الكولد سايد لان ده كول جاي من ايفابوريتور درجه حرارته منخفضه وضغطه منخفض. هبرد بيه الليكويد اللي في الجنريتور ونازل هيعمل تبريد تاني للان اتش 3 والميه عشان نحولهم لليكويد فورم. طيب ده هوت سايد وده كولد سايد. الهوت هيبرد هبرده اكتر عن طريق اكسبانشن فان. لما دخلوا في انفايرمنت فيها جاس، الجاس ده هيحصل له ايه؟ كوندنسيشن. فانا بساعد بالاضافه للكولر اللي موجود هنا، انا بساعد الكوديفيكيشن بروسيس بتاعت الاثنين الامونيا والميه ان هي تحصل عن طريق الاكسبانشن بتاع الهوت ستيم اللي جاي من الجنريتور. كده اصبحت السايكل كامله. هيطلع هنا تاني ليكويد من الاثنين ادخله في مكان مغلق بتحكم في الضغط اللي موجود جوه ده عن طريق امتى هفتح حاله. لو ده دايما مفتوح هيحصل ايه؟ الضغط مش هيزيد ومفيش حاجه. لكن لما تكون في هنا بوابه انا قافلها وعماله سخن اسخن ايه اللي هيحصل من كونستنت فوليوم ده او الجاس اللي موجود في الفوليوم ده؟ ضغطه هيزيد. افضل ازود الضغط بالضبط، افضل ازود الضغط لغايه ما اوصل للضغط اللي انا عايزه ابتدي افتح البوابه دي عشان افصل الامونيا عن الميه. خلاص؟ يبقى المنطقه اللي فوق دي
دي هاي بريشر ريجن، المنطقه اللي تحت دي هي لو بريشر ريجن. السيستم ده بيستخدم في التكييف كتير دلوقتي. معظم السنترال اير كونديشننج سيستم بتستخدم الابسوربشن سيستم اللي هو ده. ماشي؟ زميلك لسه سأل السؤال ده، هتجاوبه ولا جاوبه؟ في بيتك الميه السبيسيفيك هيت بتاعتك اللي ما اقدرش يا دكتور انت موجود هنا يعني. الهوية فالميه لو حطيتها جنب مع الامونيا هو الميزه ان الاثنين بيختلطوا مع بعض. الميه هتستوعب نسبه حراره كبيره من السولار بيت عكس الامونيا لو حطيتها لوحدها، فاقدر اسخن السيستم بسرعه. الريسبونس تايم بتاع السيستم بيكون اقرب. معايا؟ ولا نص نص؟ ايه؟ ده كده، قول انت عايز توصل لضغط 10 بار. لو حطيت امونيا لوحدها هوصل لل 10 بار في 5 ساعات. حطيت الميه معاها، الميه اللي السبيسيفيك هيت بتاعتها عاليه يعني بتستقبل كميات حراره كبيره اكتر من المشاكل اللي هتسحب في ساعه. عشان اوصل للضغط اللي معايا. جاوب السؤال؟ تمام؟ ثانية واحدة. هنا أنا عندي أمونيا جاز عايز أدخلها هنا. لو بريشر أمونيا جاز عايز أدخله في هاي بريشر ميكشر. اتحولت مع الماية لليكويد. مظبوط، بس الكولر ده مش كفايه، انا محتاج كمان مساعده من الاخ ده اللي هو عند ضغط عالي، ممكن استفيد بيه عن طريق ان انا اعمل له اكسبانشن. لو دخلته في الكوبري الجمال ضغطه هينزل بدرجه حراره تنزل. فهيجبر المنطقه دي او الميكشر اللي موجود في المنطقه دي او الجاز انه يحصل له كوندنسيشن، يحصل له يبقى في صوره الكترون. ليه؟ عشان اسهل عمليه البومبنج بتاعه لفوق. لازم تفهم ان هنا في ليكويد دايما. وإن الغرب دي هتقول الكولر مش كفاية. أعلى الانيشال كوست بس الرانينج كوست أقل بكتير. وعشان كده حاطط ميه. عشان كده لا بص دايما تعرف انه ما دام عندك تانك وفي كميه من الليكويدز ده بيستخدم كريزيرف. يعني على حسب التغير في اللود هنا ايه اللي هيحصل للليفلز بتاع الامونيا والميه هنا؟ بس الريسبونس بالنسبه للكويدز بقى كتير صح؟ طبعا انتوا اخدتوا بروبيلتي صح؟ عارفين البريك ايفن بوينت يعني. ده بدفع فيه طبعا بدفع فيه كتير. ايكونومي ده تكلفته مقارنه بان انا اشيل ده واحط كومبريسور طبعا ده اعلى بكتير. بس الرننج كوست هي انا بدفع ايه؟ هنا بدفع ايه؟ طيب البمب تدفع الفلوس اللي بتدفعها في البمب هتبقى زي الكومبريسور اقل بكتير. في كولر عشان اعمل كولينج الفلوس بتاعته برضه اقل من الفلوس اللي بدفعها في الكومبريسور، الاثنين كومباين اقل بكتير. فالفيس كوست بتاع ده عالي بس الرننج قليل. خلاص؟ ساتر يا رب هيعمل كويز ولا ايه؟ هيكتبوا صح هيكتبوا كويز. هيعملها ولا ايه؟ لكن
جدا. عايز دلوقتي اسال سؤال. قول لي احنا السكند بروك اناليسز عملناها قبل كده على الصفحه ولا مره؟ على الاكشن؟ ما عادش. الايفابوريتور والكوندنسر دول هيت اكشنز. عملناها على الكونفيشن. طيب على الاكسبانشن باند الوضع على الجون ايه؟ فكركم بالبالانس ايكويشن بتاع الاكسبانشن اكس دوت ان ماينس اكس دوت اوت بما ان ده اوبن سيستم ماينس اكس دوت اوت بس دي اثنين مليون. ده بيساوي صفر. الاكس دوت ان والاكس دوت اوت في الاكسبانشن بلان هو عباره عن ام دوت في اكس عن النقطه رقم 3 ناقص ام دوت في اكس عند النقطه رقم 4 ده بيساوي اكس دوت بلس. يبقى الاكس دوت بلس اللي بتحصل فيه الاكسبانشن فاليو هي عباره عن ام دوت x3 minus x4. تعالوا في اكسبانت الترم ده يبقى m dot p h3 minus h4 minus p dot s3 minus s4. الاكسبانشن بروسس او الثروتلينج بروسس دي خلاص ما انتهتش. صح ولا لا؟ خلاص ما انتهتش. يعني معناه ان الترم ده كام؟ زيرو. يبقى x dot plus هي m dot في اس 4 ماينس اس 3 وانزل تستنى. لو عارف الكلام ده تحوله ل اكس دوت سبلاي واكس دوت ريكفر زي ما اتعلمنا عشان احسن السكند اور افيشنسي. ايه هو السبلاي وايه هو الريكفر في الكيرف ده؟ الريكفر من زيرو بالظبط. الاكس دوت سبلاي هي عباره عن الفرق ام دوت اكس 3 ماينس اكس 4 ده لما تجيبه في الثروتلينج ديفايس او الاكسبنشن ده هحط منه على وورك بوتنشال. يعني الكلام ده معناه انه الاكسبانشن فالف از بيور اكسنتري او اكسنشن موس ديفايس بيور انتروبي جنريشن ديفايس زي ما انتم شايفين جنريشن اوف انتروبي بس مش شغال بها دم ولا حتى كيو اللي هو جزء من ممكن بس مفيش. ده معناه ان السكند لو افشنسي بصفر second law efficiency the expansion valve is zero. هتتخيل دلوقتي ان دي ريفريجريتور تلقاه اير كونديشنر شغال في الصيف الديد ستيت موجوده فين؟ موجوده عند الكربريتور اللي عنده تي ال ولا موجود عند الكوندنسر اللي عنده بي اتش؟ الديد ستيت فوق فانا شغال عند درجات حراره اقل من الديد ستيت. لو طبقت الاكسيرجي اناليسيس برنسبل او الاكسيرجي بالانس برنسبل اكس دوت ان ماينس اكس دوت اوت ماينس او بتساوي اكس دوت بلس هلاقي ان الانبوت عباره عن طبعا ورقه. الانبوت جزء من الاخ ده اللي هو زائد 1 ماينس تي نوت اوفر تي ان في كيو دوت ان. ايه اللي خرج؟ هكتب 1 ناقص تي نوت على تي اتش في كيو دوت اتش.
الدي اتش هيديله يبقى الترم ده كام؟ زيرو. لما بطلت حراره للديد ستيت الحراره دي فيها اكسيرجي قد ايه؟ زيرو. تاني لما اضرب حراره للديد ستيت هتجيب تاني هتعملها ايه؟ نوتنج مفيش. زيرو ورك بوتنشال. اكس دوك ايه السبلاي والريكفري؟ السبلاي دي اللي فيها بيك ده صح؟ طب وايه الريكفري؟ بس في مشكله انه بوزر ينفع تخليه نيجاتيف؟ هنا الايكويشن دي اكس دوت سبلاي ماينس ريكفري مش بلس ريكفري. عايز اخلي دي سبلاي فعلا بس ده بلس ينفع اخليه ماينس؟ دكتور دكتور الترم ده ماينس اصلا. اه يبقى انا اخليه ماينس واديها ايه؟ هقلبها مش كده؟ يبقى الاكس دوت بلس هي عباره عن دبليو دوت كومبريسور ماينس تي نوت اوفر تي ان ماينس 1 تي دوت ان. طب وايه المشكله؟ انا بس انا بتكلم في الايكويشن دي لازم يبقى دي كده عشان اقدر اعرف سبلاي وريكفري مش كده؟ السكند لو افشنسي الحاله دي هتساوي تي نوت اوفر تي ام ماينس 1 تايمز كيو بوك ان على سبلاي بوك كومبريسور. الترم ده هو شكله كده انت مش هتتعرف عليه بس انا هكتبه في شكل تاني هتقدر تعرف الريشيو دي كام. هكتبه بالمنظر ده كيو دوت ان اوفر دبليو دوت سي على 1 على تي نوت اوفر تي ان ماينس 1. اللي فوق ده ايه؟ كوفيشنت اوف بيرفورمانس بتاع الريفريجريتور. اللي تحت ده ايه؟ سي او بي بتاع ايه؟ ريفريجريتور بس شغال على كارو سايكل مظبوط؟ فاكر ولا لا؟ خلي بالك ان دي ممكن هي تي اتش الاثنين زي بعض. طيب ايه اللي هيحصل لو كان ده نفس السايكل كده بس بدل الاستفاده بتاعتنا كانت هنا هتكون فوق؟ يعني كان الشكل ده عباره عن هيت بامب. في حاجه هتختلف؟ الديد ستيت فين؟ الديد ستيت هتكون هنا السراوندنج موجود تحت واحنا فوق. ده هيختلف ايه في مين اللي هيكون صفر؟ ده مش بصفر. دول الاثنين اللي هيبقوا. طيب ده معناه انه دبليو سي ماينس 1 ماينس تي نوت اوفر تي اتش كيو دوت اتش دي اللي معانا وهي ماينس اوريدي فهي بالظبط نفس الديفينيشن بتاع الاكسجين سبلاي ماينس ريكفرنت. نقسم الاثنين على بعض
قبل الكويز انا اتمنى انه يكون الثيرمو داينامكس تول هنساعدكم للناس اللي هتدخل باور يعني هنساعدكم في مواد تخصصيه كتير ثيرمال باور بلانس ثيرمو ماشينري هيبقى فيها جزء ثيرمو داينامكس حاجات كتير جدا هتكون بتعتمد على الثيرمو داينامكس.